حادثة قلبت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. طبعا مطرب المهرجانات عصام صاصة، يعني مطرب محبوب الناس كلها بتحبه وبتحب تسمعه، وشعبي وكل الشعبيين بيحبوه وكل حاجة. عصام صاصة من كام يوم كان ماشي على الطريق الدائري رايح من المعادي لحدائق الأهرام. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان الطريق الدائري ده طريق سريع، يعني ما ينفعش اي حد يعدي فيه ابدا خالص. فخبط واحد بيقول ان هو طلع قدامه فجأة وخبطه، وللأسف الشديد أحمد عنده 40 سنة توفى. عصام على حد قوله أو الناس بتقول إن هو مهربش، هو فضل واقف وراح وتحقق معاه، وهو بيقول إن هو كان ماشي على سرعة أقل من 70. طيب هو بالمنطق كده الواحد لما بيجي يفكر في الموضوع بالمنطق منطقيا، كام حد الفترة اللي فاتت وهو بيعدي الدائري عربية خبطته؟ كتير، العدد كبير، فأكيد محدش ينفع يعدي من الدائري. ولو جيت برضو فكرت شوية بعقلك كده، طب انت لو واقف على جنب خالص، هل ممكن عربية تيجي بسرعتها على في الناحية اللي واقف فيها الناس أو على الجنب تقوم دايسة واحد؟ الواحد ساعات بيتحط في مواقف بتبقى ابتلاء، فدي ابتلاء. أنا بشوف أن دي ابتلاءات اللي بتجيلك فجأة من عند ربنا. طبعا الله يرحمه ويصبر اهله اكيد. بس تعالوا نعرف تفاصيل اكتر. انا معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذه ساميه عبد الغفار، محاميه عصام صاصه. يا استاذه ساميه مساء الخير، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا استاذه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا. انا اولا بتقدم بخالص التعازي لاهليه المتوفي لرحمه مولاه، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. يا فندم، الموضوع ببساطة إن كان عصام راجع من شغله حوالي الساعة 5 أو 5:15 تقريبا، وأمام بنزين محطة بنزين توتال اللي هي المفروض الطريق السياحي. سيادتك عارفة أو أي حد بيسوق عربية عارف إن الطريق ده عبارة عن 8 حارات، والطريق المقابل الطريق المقابل اللي هو المفروض المعادي السياحي 8 حارات. الساعة 5:15 تقريبا المتوفي إلى رحمة مولاه عدى الطريق اللي على الشمال اللي هو الطريق اللي بيودي من المعادي الاتجاه السياحي، عدى 8 حارات بالمعاينة. تمام، عدى 8 حارات. بعد كده في سور حوالي 120 سنتي، مش رصيف، ده مش رصيف، ده سور يا فندم، يعني ما ينفعش ان هو يخط برجله، ده لازم ينط السور. هو مكانه كان فين بالظبط؟ يعني المتوفي كان مكانه فين بالظبط؟ في نص الطريق ولا على جنب؟ لا، في نص الطريق. في نص الطريق. ما انا بقول لحضرتك هو 8 حارات في الشمال وثمان حارات في اليمين. ايوه، هو سيادته جاي من المتوفي الى رحمه مولاه، عدى 8 حارات، عدى سور وعدى 8 حارات وفي النص سور، وبعد كده عدى 4 حارات تقريبا وعصام داخل الطريق السياحي. تمام، ففي عربيه المفروض عاليه، عربيه نقل تقريبا، ووراها عربيه جيل. ايوه، المرحوم المتوفي الى رحمه مولاه عدى او فاد العربيه الجيلي، فكانت المساحه صغيره ما بين عربيه عصام وما بين العربيه الجلي. فتفاجئ بعصام، يعني عصام اتفاجئ، الدنيا ضلمه، الضوء مش قوي، الضوء ضعيف جدا. تمام، اتفاجئ بيه، معرفش يفاجئ. وده طريق يا فندم، يعني ده غير مخصص لعبور المشاة. طيب، يعني هو لا في مثلا طريق عبور مشاة، ده طريق سريع. تمام، عصام كان بيقود من السرعه المفروض اللي هو لما اتسال في تحقيقات النيابه من 70 ل 80. ده بقى معلومه متاكده منها حضرتك ان هو كان ماشي على 70 80؟ هو اساسا السرعه على الدائري كام المفروض؟ 90 المفروض. 90 لحد 90؟ لحد 90. في رادار يا استاذه اميره، في أيوه. في رادار اللي هو رادار اللي هو قبل نسق او محور عمرو بن العاص. سيادتك في رادار قبليه ب 500 متر قبل محطه البنزين. ايوه، في رادار. هل عصام ارتكب مخالفه زيادة السرعة المقررة؟ تمام، طبعا في معاينة نزلت، هل المكان ده
مخصص، وعصام كان سايق على سرعه كام، وكلنا معرضين. احنا مش بنتكلم ان احنا في مصر بس. طبعا هل بقى هل الرادار طلع هو كان ماشي على سرعه كام؟ لا يا فندم، لا لا خالص، ما فيش اي حاجه. عصام قال في التحقيق لما سئل امام تحقيقات النيابه العامه قال ان انا كنت سايق من 70 ل 80. طيب عصام بعد ما خبطوا ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ وقف مكانه. ها؟ وقف مكانه. كان معاه حد في العربيه؟ عصام كان معاه حد في العربيه؟ المفروض ان كان معاه حد، واحد صاحبه. تمام. وهو قال كده في التحقيق، وفضل واقف مكانه. هو كان منهار جدا، حتى بعض المواطنين نشروا بعض المقاطع الفيديو. الدنيا ضلمه يعني، المكان مظلم مش نور. أيوة. تمام. وكان منهار جدا، ومنهار انهيار يعني غريب الشكل. تمام. طبعا هو فضل واقف مكانه. اتصلوا بالنجده، وفي فندم رقم كود طبعا اتبلغ بيه النجده، وجات الشرطه وجات الاسعاف للمتوفي رحمه مولاه، الى رحمه مولاه، والاجراءات القانونيه تمت بشكل عادي جدا. يعني هو استاذه اميره، الحوادث دي كل يوم بتحصل. طيب في التحقيقات بقى، في التحقيقات قال ايه عصام؟ قال ان هو كان ماشي على سرعه ما بين 70 ل 80، وهو المتوفي ظهر قدامه فجأة. فجأة. الناس اللي بتقول، انا سمعت ان هو كان منهار، وان هو كان تعبان نفسيا، وان هو بكى يعني، وان هو يعني حالته النفسيه سيئه جدا، ويمكن لحد دلوقتي حالته النفسيه سيئه. ده حقيقه يا استاذه اميره. احنا طول التحقيق ما بطلش رياض. عصام طول التحقيق من اول، يعني انا كمحاميه ما بقتش، ما كناش عارفين نهديه. هو كل اللي شافه، هو مش متوقع ان هو يشوف المنظر ده، او يشوف حد مثلا متوفي قدامه. عصام يعني في طول التحقيق منهار، بعد ما روح طبعا ومشي واخلى سبيله بضمان مالي على ذمه التحقيقات 30,000 جنيه. تمام. مازال منهار، هو مش قادر لا يقابل حد ولا بيقول قادر ايه بقى. بيقول ايه منهار؟ بيقول ايه؟ كان ايه التعليقات اللي بيقولها؟ بص يا استاذ عمير، هو كل اللي بيقوله انا مش عارف ده ازاي حصل. ايوه. انا فوجئت بيه. يا ريتني كنت اقدر اتفاداه، كنت تفاديته. ايوه. يعني انا حاولت، بس انا ما لحقتش، لان هو عدى العربيه جيلي، وبعدين هو فادى العربيه جيلي، ما رضيش يعدي المتوفي لرحمه مولاه. لو في تفريخ كاميرات يا استاذه، تمام، هيبقى في ان هو في عربيه نقل عدت من على شمال عصام، وبعدين يليها عربيه جيلي. تمام. هو فاد العربيه الجيلي، وتفاجئ بيه عصام. كانت المسافه ما بينه وما بين العربيه الجيلي طبعا يعني مش كبيره. طيب. فتفاجئ بيه، فما عرفش يتفادى الكلام ده. طبعا طبعا مواقع الصحفيه كلها المعروفه واللي مش معروفه عملت حوارات ولقاءات مع اهل احمد مفتاح اللي هو المتوفي. وبعدين اخو احمد بيقول انه لا، انا اخويا ما كانش بيعدي الشارع، وانا مش مسامح في حقه، وانا عايز حق اخويا، ولا يمكن ان هو كان بيعدي الطريق الدائري. فاكيد شفتي اللقاءات اللي عملها اخوه في كذا موقع. تعليقك ايه اول ما شفتوا اهل الضحيه؟ كان بيقولوا ايه؟ ودلوقتي يعني تعليقك على كلامهم ايه؟ انا اتمنى استاذه اميره، من جميع الصحف والبرامج التلفزيونيه ان هم ينشروا الموضوع بحياديه. انا طبعا كمحاميه انا حزينه طبعا على اللي حصل للمتوفي الى رحمه مولاه. عصام ذات نفسه حزين جدا ومتاثر جدا، بس برجاء عدم استغلال الناس الغير الواعيه بالقانون. ايوه. تمام. حضرتك احنا لا في احنا من يعني عصام ما يعرفش المتوفي الى رحمه مولاه، ما يعرفوش شخصيا. الحادث ده معرض لاي حد في الطريق ان هو هل تعليق هو ايه على ان اخوه بيقول ان هو ما كانش بيعدي الطريق؟ لا لا، هقول لحضرتك حاجه يا استاذه اميره. سيادتك انت ممكن تاخدي الكاميرا بهدوء جدا، او اي حد من تبع البرامج او الصحافه، تمام، ينزل يعين المكان يا فندم. تمام. المكان انا زي ما بقول لمعاليكي بالظبط، سور. أيوة. طيب. من على الشمال سور، مش رصيف، عشان انا سمعت كلمه رصيف دي كتير. تمام. سور تقريبا من متر و10 لمتر و20، يعني انا طبعا. طيب. يعني كنت اتمنى ان انا مثلا اشوف هو طول كام تقريبا، والطرق والمنافذ فاهمه. طيب. ان الطريق السور ده هو فعلا مقاسه كده. طيب. على الشمال هي في 3 أسوار بالظبط على ال16 حاره رايح جاي. تمام. سور يا فندم، يبقى انت حضرتك عديت السور، ادي اول واحد من على الشمال.
عديت 8 حارات يبقى ده كده قبلك سور تاني. طيب. يبقى انت كده عديت 2 سور اوكي، وبعدين هتبتدي تعدي 8 حارات التانيين اللي هو عصام التاجي فيه في النص وهيقابلك سور. عادة الحوادث اللي بتحصل زي دي بيكون نهايتها ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انا عارفة انه عصام خرج بكفالة 30,000 جنيه، ايه اللي هيحصل تمام بعد كده؟ احنا دلوقتي النيابة العامة مشكورة اتخذت جميع الاجراءات القانونيه للحفاظ على حق طبعا المتوفي الى رحمه مولاه، وطبعا حق المتهم، لان النيابه العامه هي الخصم المحايد والشريف في تلك الدعوه. تمام. سيادتك لسه في باقي اجراءات المفروض ان هيسال السيد الملازم او السيد الضابط اللي نزل عين المكان وشاف الواقع بعينيه. تمام. عاده الحوادث دي بتخلص على ايه؟ حوادث السير وخاصة بيبقى العبور فيها هل المتوفي إلى رحمة مولاه تدارك الخطأ أو كان في إهمال من المتهم أو من المجني عليه؟ ماشي يا أستاذة سامية، أنا عايزة أعرف من حضرتك عامة يعني الحوادث دي بتخلص على إيه؟ هل بتبقى قتل خطأ وبيدفع دية؟ هل بيبقى هو مش غلطان في حاجة وكان ماشي في طريقه وهو ظهر قدامه فجأة؟ بتخلص على إيه عادة الحوادث اللي زي كده؟ بتخلص يا فندم، هي تقريبا يعني بتتم فيها التصالح ممكن، وممكن يتم فيها دفع غرامة. تمام. إذا كان الخطأ من المتوفي إلى رحمة مولاه، لأن ده مش طريق عبور مشاة. تمام. إذا كان المتهم مخطئ، لا طبعا بيتعاقب. طيب. تمام. بس إحنا في الحالة اللي إحنا فيها دي ده طريق دائري وطريق سريع ومش مكان مخصص لعبور المشاة. تمام. والنيابة بتحقق في الدعوة وفي تحريات معالي. طيب. في تحريات صدرت من وزارة الداخلية. طيب استاذه ساميه عبد الغفار محاميه عصام صاصه، انا بشكرك جدا. طبعا حادثه يعني وارد انها تحصل، فلازم الناس تخلي بالها، دائري ده مش مكان ان احنا نعدي فيه. احنا هنتابع التحقيقات هتوصل لحد ايه، وهنتابع مع حضراتكم الموضوع هيوصل لحد فين. طيب انا دلوقتي معايا محامي احمد مفتاح، خلينا نكلم المحامي. محامي احمد مفتاح، محامي احمد مفتاح المتوفي، هو كلمنا دلوقتي على الهوى وطلب مننا حق الرد، وطلب مننا ان هو يرد على القضيه دي. فطبعا حق الرد مكفول، فبنديله مساحه ان هو يرد. بس هنا بيجي التساؤل، هو طبعا كده كده تحقيقات النيابه هتشوف وهنعرف ايه اللي حصل. اصل هو الموضوع دلوقتي ما بقاش فيه حته ما فيهاش كاميرا على فكره، يعني لسه الجريمه اللي كانت من فتره، الولد اللي اتخطف عشان خاطر الدارك ويب والديب ويب، الكاميرات جابت كل حاجه، فدلوقتي الكاميرات بتجيب كل حاجه. فهيبقى إذا كان هو كان فعلا بيعدي الشارع ولا ما كانش بيعدي الشارع. الأستاذ علي فايز محامي أحمد مفتاح، أهلا وسهلا يا أستاذ علي. أهلا بيك يا أستاذ أمير. أهلا بحضرتك. حضرتك طلبتنا وكنت عايز حق الرد، في حق الرد مكفول ليك طبعا. احنا أكيد كنا طبعا. أنا بس حابب أوضح نقطة مهمة جدا. اتفضل. كلنا بنقود سيارات وبنمشي على الطرق. فالاستاذه ساميه عبد الغفور طبعا هي ليها الحق انها تدافع عن المتهم بتاعها، محاميه عصام صاصه. ايوه طبعا. ولكن انا النهارده لو ماشي على سرعه 80 ولا 70 وتفاجات باي شيء هقدر اوقف لو دوست فرامل. هو ليه القانون يا فندم قال لي ان السرعه بتاعتي المقرره 120؟ لان انا لو على سرعه 120 وتفاجات باي شيء هقدر اوقف ادوس فرامل. ايوه. لكن لما اكون مستهتر وامشي على سرعه 150 و140 انا في النهايه طبعا ده قضاء وقدر وممكن يحصل لاي حد. طب استاذ علي ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. طيب لو حد ماشي على اكتر من سرعه 70 او 80 او 90، لان خلي بالك انه الدائري السرعه لحد 90، وحد تاني مستهتر برضه بيعدي الشارع، فهم يبقى كده. ما هو يا فندم انا لو حد بيعدي الشارع ده مش دافع ليا ان انا موته حتى لو هو اخطا. ما انا ممكن ما اشوفوش يا فندم. ما اشوفوش ازاي يا فندم؟ ما انا ممكن ما اشوفوش. لا هل ده يا فندم اللي بيخوض ده لازم ياخد باله من اللي بيعدي. انا بس انا عارف الدائري كلنا بنمشي كل يوم مع الدائري. انا عايز اوضح المشهد بس يا فندم. اتفضلي. هل طبيعي ان حد يعبر الدائري؟ هل ده في معبر للمشاه؟ طب هل انت معاكي دليل ان هو عبر الدائري؟ لا طبعا انا ما عنديش، بس هل انت عندك دليل؟ يعني في حد شاف الواقعه؟ في شهود عيان موجودين على لسان اخوه قالوا ان هو ما عداش الطريق اصلا.
امال هو امال هو يعني ده داسه فين، في اي حته بالظبط؟ هو كان على اليمين نازل من عربيته وبيكمل لانه رايح اكتوبر في نفس الاتجاه. ايوه فما فيش داعي اصلا ان هو يعدي الطريق. احنا كلنا بنمشي على الدائري يا فندم. تمام. انا ماشي على الدائري دلوقتي، اكيد مش همشي في الحاره اللي واقف فيها الناس يا فندم. هو مش ماشي، ده هو كان سايق عربيه وبيسلمها لسواق تاني. أيوة. ده اللي لازم نفهمه. وما كانش بيعدي اصلا، ده سواق واخد عربيه عشان يسلمها لسواق تاني. طب يا استاذ علي، يعني ايه المطلوب؟ شايف حضرتك القضيه دي ممكن تخلص ازاي، او ايه اللي يحصل؟ هل ممكن يحصل تصالح مثلا؟ والله احنا بالنسبه لنا برضه عشان نكون فاهمين، احنا بالنسبه لنا مفيش بيننا وبين عصام صاصا خلاف على المستوى الشخصي. ايوه ايوه، وزي ما قلت المعاريكي اي حد معرض انه يحصل له ده. أيوة. ولكن انا القانون نص على حاجات لازم نحترمها. ايوه، لو ثبت ان عصام كان بيتعاطى المخدرات او كان في حاله سكر، الموضوع هيختلف. والعقوبه عندي بتوصل لخمس سنين حبس. فالناس عايزين حقهم بالقانون يا فندم. اعتقد التحقيقات بقى هي اللي هتقول. التحقيقات بقى هي اللي هتقول ده. اكيد طبعا، وكلنا بنحترم التحقيقات وبنحترم النيابه، لكن احنا هي اللي هتقول اذا كان هو كان واقف على جنب ولا كان بيعبر الطريق. هتقول عصام صاصا كان ماشي على سرعه كام. هتقول هو اتعمل له تحليل وهتطلع التحاليل. فاهم قصدي ازاي؟ اكيد طبعا يا فندم. احنا في انتظار. لو اكيد الراجل ليه حق هياخده، لو عصام مش غلطان وكان ماشي في طريقه والراجل ظهر قدامه فجاه، يبقى يعني فاهم قصدي يعني اكيد كده كده. استاذه اميره، انا زميل اعلامي على مدار 15 سنه قبل ما اكون محامي. اهلا وسهلا يا فندم. فانا بس يهمني قصه ان احنا لما نيجي نتكلم ما نحاولش نبرر حتى ان ما ينفعش حد يعدي الطريق. لازم نتكلم من الطرفين يا فندم. نتكلم من الطرفين يا فندم. احنا لسه لحد دلوقتي مش متاكدين من اي حاجه، صح؟ احسنتي، وانا بشكر حضرتك جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا ننتظر لحد التحقيقات ما تطلع. ماشي، نتيجه العينه وننتظر طبعا. كل شيء هننتظر ولكل مقام المقال ان شاء الله. بالظبط كده، بالظبط كده. بشكرك استاذ علي فايز، محامي احمد مفتاح المتوفي في حادثه عصام صاصا. الواحد بس عايز عنده تعليق هنا عايز يقوله، انه لما بتحصل حاجه زي كده المواقع الصحفيه بتهجم هجوم هجوم. تمام. وبحس مش عايز اقول كده والله، بس بحس بقله الخبره انه انت لما تيجي تستضيف حد حضرتك يعني خليك لا مع ولا ضد. فانا بتكلم على المواقع الصحفيه واللايفات الكتير اللي بتتعمل، يكلم المجني عليه او يكلم الجاني فيقول له ايوه وحصل، فالتاني يقول له ايوه ها. ما بتبقاش كده. وبعدين هل في قضيه بيتحقق فيها دلوقتي ينفع ان انا انزل اتكلم مع الناس ويفضلوا يتكلموا بالطريقه دي، فممكن ياثروا على الراي العام بشكل ممكن يكون خطا؟ انا عايز افهم، هو لما بيبقى في قضيه زي دي ليه الموضوع ليه ما بيبقاش فيه كود للمواقع الصحفيه ان هي لا التزم، يعني لو هتستضيف حد في حدود معينه. لكن كم اللقاءات اللي بيتعمل وكم الكلام اللي ممكن يكون مش مدروس اللي بيتقال، ومحدش شاف الحادثه ومحدش كان موجود ومحدش عارف حاجه لسه، فده بيأثر سلب، تأثيره سلبي وممكن يضر الموضوع. فالموضوع دلوقتي عند القضاء وهيتعرف كل حاجه، وما بقاش في حته ما فيهاش كاميرات. هنعرف اذا كان الراجل ده كان بيعدي الطريق ولا ما كانش بيعدي الطريق. هنعرف عصام صاصا كان ماشي على سرعه عاليه ولا مش ماشي على سرعه. كل ده هنعرفه. فالناس بس تهدى شويه وتصبر، ومش لازم الاعلام. يعني انا مش مطلوب مني ان انا اتعاطف قوي مع الضحيه او اتعاطف قوي مع عصام صاصا. انا اطرح الموضوع وخلاص. لكن في خطا حصل، انه لو هو عبر الشارع فعلا الدائري خطا. طب لو صاصا كان ماشي بسرعه خطا. مع كل ده التحقيقات هي اللي هتبينه، فما نقدرش ان احنا نقول اي حاجه دلوقتي. طيب ده كان ملف وهنتابعه مع حضراتكم.